دلوقتي نتابع مع حضراتكم ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات ال 13 لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها بكل تأكيد أحداث كتيرة وتفاصيل مهمة هنعرفها من خلال هذا التقرير. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات ال 13 من مسلسلات رمضان. هنبدأ كعادتنا من مسلسل الاختيار 3. الحلقة شهدت أحداث استثنائية، كان أبرزها مشهد لقاء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة، وأكد السيسي المصطفى أنه بعت له الشكر هو وزمايله على المجهود واليقظة اللي بيقوموا بها. أنا بلغت العميد خالد شكر ليك أنت وزملائك على مجهودكم ويقظتكم، وده طبعا مش جديد عليكم، بس انا جايبك هنا عشان اسالك بشكل واضح ومحدد، انت متاكد ان الاخبار والاشاعات دي مصدرها مكتب الارشاد الخاص بجماعه الاخوان المسلمين؟ متاكد يا فندم. احنا اشتغلنا على مراقبه التحرك الالكتروني للتنظيمات التكفيريه ووجود بعض المستخدمين الجدد اللي بيستخدموا نفس الصيغه بنفس المنشورات بنفس الكلام للهجوم على القوات المسلحة وقيادات الجيش المصري، والتكرار ده يا فندم دفعنا للبحث وتوصلنا للجان دي تابعة بشكل مباشر لمكتب الإرشاد، تحديدا المهندس خيرت الشاطر، ونفس اللجان دي يا فندم هي اللي وراء إشاعة الإقالة. واضح أنهم شادين يفهموا ولا يتعلموا يعني الجيش المصري وعقيدة الجيش المصري. وفي مشهد تاني بيتحرك السيسي لقصر الاتحادية علشان يقابل مرسي، وبيقول له: سيادة الرئيس، احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده قبل كده، بس واضح ان احنا محتاجين نتكلم فيه تاني. المساس بالقوات المسلحة امر غير مقبول ولن يكون مقبول بأي شكل. القوات المسلحة التزمت الحياة طول الفترة اللي فاتت وبعيدة عن المشهد السياسي بكل صراعاته، سواء كان نظام أو معارضة. يا ريت يا فندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دي. الجيش المصري جيش وطني عظيم صلب، وصلبته جاية من شرفه. احنا نستحمل الحديد، استحمل النار، لكن ما تخدش من الكلمة. نجرح، نهان، والإهانة في العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطني، ما بنستحملهاش. وإحنا تحملنا كتير، صحيح تحملنا كتير جدا طول السنتين اللي فاتوا، لأننا ما بنشوفش غير المصلحة العليا للبلد، المصلحة العليا لكل المصريين. طب اهدى بس يا سيادة الفريق. أنا هادي سيادتك، بس رجاء ابعدوا الجيش عن خناقة السياسة. اللي بيحصل ده لازم يتوقف، ودلوقتي. مفيش دولة محترمة جيشها بيتشتم، ده جيش مصر، وأنا مش هسمح أبدا بإهانته. لازم المعادلة اللي موجودة دلوقتي للرأي العام تتغير. في ناس كتير جدا معجبة انها تتكلم، محدش طلع قال ما نراه الآن هو محاولة لعرقلة الانتخابات في مصر عشان ما يتحققش الاستقرار في مصر. لا، انا راجل بنظر سياسة وفصيل ممكن يقود البلد في مكان، فده وقت انه انا مش بدفع عن حاجة، واحنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الكلام اللي احنا بنقول ده مع بعض. اذا كانت بقى تقطع مننا ونحجم على ان احنا نتكلم او ناخد موقف عشان ده ما ياثرش على مكانتنا او دورنا السياسي مننا. في الحلقة ال 13 من مسلسل العائدون، كشف ضابط المخابرات العامة خلال الحلقة لعلاء حقيقة اختفاء واحد من زمايله في القناة قصرياً، في الوقت اللي أعلنت فيه الدولة المصرية عدم دخوله البلد أصلاً. وأكد الضابط إن زميله انضم لتنظيم داعش وغير اسمه لأبو بلال المهاجر، وقال له: زميلك ده هيكون مدخلك لاختراق داعش. أو أكرم عبد الحي ده هيبقى الباسورد اللي هيفتح لك بوابة الدخول لداعش. ده الأكاونت اللي هو بيستعمله في التواصل. ابعت واسأل عليه، أنا عارف إن أنتوا كنتوا أصحاب أيام ما كان هنا. أبعته إزاي على الأكاونت ده؟
هو اصلا مش باسمه. قول له انت قابلت طارق ابن صالحة في السوبر ماركت من كام يوم وهو قال لك. وشهدت الحلقه 13 من مسلسل ملف سري اللي بيقوم ببطولته الفنان هاني سلامه احداث كتير مشوقه. وفي مشهد واحد من الناس لقى راجل مغمى عليه وواقع على الارض، وهنا اكتشف انه يوسف الملكي وراح بلغ البوليس اللي اخده على المستشفى. فريده راحت قالت لزوجته وراحوا بسرعه على المستشفى، لكن حصلت المفاجاه ويوسف مش عارفهم ومش فاكر ولا واحده فيهم. بيحاولوا يفكروه لكن مفيش فايده. وهنا راحوا للدكتور اللي بيعالجه وكشف لهم انه فقد الذاكره، لكنه ما بيعانيش من اي مرض مزمن والفقدان ده هيكون بشكل مؤقت، وقال لهم ما يتفاجئوش لو عمل اي تصرفات غريبه. وانا موجود باستمرار في القاهره، هتابعه طبيا لانه هيعمل حاجات هتكون غريبه عليكم. اما فكره انه يتعود عليكم فده مش هيبقى سهل. ربنا يقوينا بقى، نعمل ايه؟ على اذنكم. وبيواصل مسلسل جزيره غمام للمؤلف عبد الرحيم كمال اعجاب المشاهدين. في الحلقه 13 من احداث المسلسل طلبت العيقه او مي عز الدين من الشيخ عرفات او احمد امين انه يعلمها القرايه والكتابه ويساعدها في انها تلاقي قبر والدها. كمان طلب ابن هلاله انه يتجوز من بنت العمده ووافقت، لكن والدها شايف انها تستحق شاب افضل منه. وفي مشهد تاني العيقه بتفضح الشيخ عرفات قدام اهل القريه وبتواصل بس سمومها بين الاهالي. دفعت تمني كام يا خلدون؟ كتير فوق حق النعجه والله ايام الغلا والشوط. طب ما تاخد كد اللي دفعته وتعتق رقبتي وانت تسوي دلوقتي زي زمان. بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل دايماً عامر للنجمة مصطفى شعبان والنجمة لبلبة في الغردقة استعداداً للمسابقة اللي هتشارك فيها مدرسة رؤية. وقعد مصطفى شعبان مع بعض الطلبة والمدرسين وهم بيغنوا وبيتدربوا على أنشطة مختلفة للمشاركة بيها في المدرسة، لكن بالليل هرب بعض الطلبة وسابوا الفندق وراحوا لمكان عشان يسهروا، لكن مصطفى شعبان بيرصدهم. خير يا سي يوسف؟ في كوارث ايه النهارده؟ حفلات، سهرات، مصايب، ناوي على ايه النهارده؟ لا ما فيش حاجه. امال بتاكل في ودانها ليه؟ اما هي اصلا انا ما كنتش معاها. ولا انا كنت بقول لها هي ليه مش عايزه تشترك معايا في المسابقه؟ مع انها شاطره والله. شهدت احداث الحلقه 13 من مسلسل فاتن امل حربي للنجمه نيلي كريم احداث جديده. فاتن أخدت بناتها علشان تشتري لهم هدوم، لكن بناتها عجبهم جزمتين لكنها مش معاها فلوس تانية، فرجعت البلوفر اللي اشتريته لنفسها علشان تشتري لهم اللي هم عاوزينه. فاتن جالها مكالمة من السيدة المجهولة اللي سابت لها شنطة فيها مليون جنيه، وقالت لها إن الناس اللي بتشتغل معاهم عاوزين توكيل عربية بتاريخ سنتين فاتوا، وده بحكم إنها موظفة في الشهر العقاري، وإن التوكيل يكون شرعي وكل بياناته سليمة. لكن فاتن رفضت وقالت لها تيجي تاخد فلوسها وإلا هتديهم للشرطة. خلصت اللي عندك؟ أولاً اسمه مركز، ثانياً لو ما بعتيش خدتي الفلوس أنا هوديها للبوليس. ما هو دي آخر حاجة قالوا لي أبلغها لك، بيقولوا لك بلاش البوليس. انت مش حمل الزعل على الامرتين الصغيرين. في الحلقة 13 من مسلسل في بيتنا رابط كشفت أحداث جديدة. يوسف راح للمسابقة مع زوجته سارة، لكن كان وقت المسابقة خلص، وحاولت سارة تعتذر عن التأخير، لكن سامح المنافس ليهم صمم على إن المسابقة تخلص لصالحه. المسابقة خلصت والباشمهندس سامح هو اللي كسب. إيه ده؟ ما أنا الحكم وقلت أهو. لا ما أنا مش مشكلتي مين اللي يقول، أنا مشكلتي إن ده ظلم. ظلم؟ أنت بتقولي لي أنا ظلم؟ بتقول عليا أنا ظالم؟ حرام عليكي، ده ناقص تقولي ان انا مرتشي واخد شيك من اسبوعين. كمان بدات الحلقه 13 من مسلسل مكتوب عليا بمشهد انتحار خالد جلجل الفنانه عزه لبيب والده رؤى بعد ما عرفت ان جلجل عاوز يتجوز سلمى. وفي العزا طلب جلجل ان رؤى تتصل بسلمى وتبلغها انها ما بتحبوش، وهنا بيروح له بدوي او عمرو عبد الجليل البيت وهو متحجج بالعزا. وخلال العزا في البيت رؤى بلغت عيلة جلجل بانه خطب سلمى. بقول لك ايه بجد مش هزار، انا لما رجعت يا سلمى انا لقيت ناس تانيه اتبدلوا، حالهم اتبدل والله. عايز اقول لك ان انا رجعت لقيتهم بيعيطوا عشان خالتي، وبعدين صغرتوا شويه وبعدين رجعوا يعيطوا تاني. والله انا ما شفتش في حياتي كده. كمان كشفت الحلقة 13 من مسلسل راجعين يا هوى عن خروج ولاء مع طارق في كافيه،
وهنا بتسأله عن اللي وصله هو وبليغ لاحتمالية موت والدها وعمها في جريمة قتل مدبرة. وأثناء حوار ولاء مع طارق دخل بودي وحاول يشد ولاء علشان يخرجها بالقوة، لكن منعه طارق وبدأت مشادات بينهم وبين بعض، انتهت بفوز ولاء وطارق، لكن المشادة تسببت في دخولهم اسم الشرطة، وخرجت ولاء من الاسم عن طريق أخوها عمرو اللي أصر إنها ما تتعاملش مع طارق بعد كده. أنت حبيبي لما تشوف أنت عمك بيحصل لها حاجة تدافع عنها، ملكش دعوة بشوية العيال دول جدع. وفي الحلقة 13 من مسلسل الكبير قوي جه فيها مشهد جمع ما بين الكبير وفزاع وأشرف علشان يعملوا كمين للحرامي اللي سرق دوار الكبير، وحط الكبير مجوهرات مربوحة كطعم للحرامي، وهنا الكبير بيتفاجئ بدخول الحرامي الدوار علشان يكمل سرقته، لكن كانت المفاجأة إن الحرامي شبه الأطفال وبيتخفف ملابس سودة، وبتتوالى الأحداث في إطار كوميدي بمقابلة حزلقوم للنجمة نرمين الفقي اللي ظهرت كضيف شرف في المسلسل بشخصيتها الحقيقية وبتقدم دور طليقة حزلقوم.